لكن ليس للشرب فقط. كان يعتقد خطأ بأن حيوان المها العربي هو حيوان آخر، فالبعض رأى أن المها العربي هو أحادي القرن الخرافي، ذلك لأن النظر إليه بشكل جانبي يجعل من قرنيه يبدوان كقرن واحد. يقطن المها العربي الصحراء، وله فراع أبيض اللون ليعكس حرارة النهار المرتفع، كما أنه يمتص الحرارة أيضا ليحصل على الدفء في ليالي الصحراء القارسة. يضرب المها العربي الأرض بحوافره العريضة ويستلقي على الرمال الباردة ليحمي نفسه بفضل الله من رياح الصحراء الحارة، ويحرص على عدم الابتعاد كثيرا عن الظلال حتى حلول الليل. الحيوان السري يرتاح أيضا أثناء النهار، وهذه معلومة أخرى.